والقبولية في الشيء هذا، واتمنى لك التوفيق. اشوف ان نرجع لمحاورنا، وش تحرك في التقديم؟ الله يوفقك. تسمح ارد عليك؟ تبغى ترد؟ نعم. واضح ان اليوم بيكون في ردود بيني وبينك، بتطول. وش بدك نسوي؟ حقك تفضل. الله يطول عمرك. اجابتك ما كانت صريحة جدا، عشان كذا انا ما عندي هنا جوال، ما عندي أدلة، عندي كلام صدق، ما هي مجرد محاور من الاعداد. طيب. انا ما اخذها وما ادري وش صدقها من كذبها. ما ادري من صدقها من كذبها. ثاني شيء، ما تدري ايش معلوماتها يا فايز. ثاني شيء، انت قلت الحين انا ما ادري. ابري ما صلي طول عمرك وعمرك. تسمح لي انا بس، تسمح لي بس. انت معلوماتك غلط فايز، ما انت معلوماتك غلط. ما هي غلط. اذا تبغى تمرر شيء على المتسابقين بنفس شخصيتك اللي قاعد تسويها الحين، هذا اكبر غلط يا فايز. معلوماتك غلط، اللي وصل لك اياه وجلس معاك واعطاك المعلومه هذه غلط. طيب انا مستعد احلف لك مثل ما انت ابغى تحلف لي انها صدق. انه ايش؟ انها صدق المعلومات هذه. وإني تحلف بالله؟ متاكد. تحلف بالله؟ متاكد. احلف للمشاهد الحين منها. احلف 100%. احلف للمشاهد وهي في ذمتك. انا ماني في ذمتك. لا 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 لا, 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 لا ما تقول معلومه يا عزيزي. لا لا شوف، هي فقره ختاميه تمام، وانا كنت ابغاها تمشي مره واعطيتك الحقيه. تيجي الحين توصل تقول انا مستعد احلف؟ والله اني مستعد. احلف. ما بحلف. وفي ذمتك اليوم القيامه ما بحلف. شفت انك ما انت بصادق. انا مستعد. لا لا, لا تقول انت بصادق. اسمعني اسمعني الله يرضى عليك. اسمعني ابو كاتب. اسمعني ابو كاتب. احلف وفي ذمتي الى يوم القيامه. ايش تبغى اكثر من كذا يا فايز؟ امام المشاهد ممكن المعلومه كانت الغلط. انا قلت لك يا فايز ممكن المعلومه كانت الغلط. احلف وفي ذمتي الى يوم القيامه. واحد منا لازم يحلف اليوم. احلف. إذا أنت الحين تأمرني إني أحلف، عشان كذا أنا أنا ما حأمر يا ما يا المقدم الجميل. أثبت معلومات. ماني مجرد شخص تأمر إنه يحلف. يا المقدم ويحلف. اسمعني يا المقدم. استنقاص حق المقدم ترى. يا المقدم الجميل، احلف للجمهور إن معلومتك صحيحة، وأثبت إن معلومتك صحيحة يا فايز. يا فايز شوف، أحياناً تكون أنا عندي محاور تمام، أنا متأكد من المحاور هذه إنها غير صحيحة، أنا ما أذكرها ترى على الشاشة أحياناً. أدري إنه الإعداد تعب فيها، وأدري إنه الإعداد النسائي اشتغل وحاول يوصل لمعلومة، ولكن أنا أحياناً استنتاجية في طرح السؤال وهذا أتخلى عنه. فأنت تجي الحين تقول أنا بحلف فايز، لا توصل نفسك للمرحلة هذه. أنا ما قد وصلت مع أحد لمرحلة إنه أنا وياه نوصل حلف، لأنه في نهاية الأمر فقرة وختامية وبرنامج جميل. ليش نوصل لهذا المرحله؟ تمام تمام تمام، بنسهل الامور ما دام انك تبغاها تسهل. فانا اتمنى تتاكد من معلوماتك مره ثانيه مستقبلا. شوف، اللي يهونها اني انا ماني ملزوم اسالك الاسئله هذه، وملزوم انك انت تجاوب. بس انا حاولت بس مجرد مثال اني انا مقدم وانت شخص ضيف عندي. عرفت كيف؟ بس انت تقول انا ماني ملزوم، فعشان كذا ما نبغى نكبر السالفه. لحظه، انت تقول انا ماني ملزوم. لا لا لا، ما دام ما تبغى تكبر السالفه خلينا على الحلف عشان اثبت لك اني نكبر السالفه. عشان طبعا اعترف للجمهور ان معلومتك انت صحيحه. انت ما تامرني اني احلف. اعترف للجمهور. والله ما تامرني اني احلف. اعترف للجمهور ان معلومتك غير صحيحه. لا، معلومتي صحيحه. من وين صحيحه؟ صحيحه. من وين؟ من وين صحيحه؟ صحيحه. انا لو معي جوالات، لو اني متمكن، لو عندي اعداد. طيب اطلع لك. اطلع طيب لك. انت سالتني سؤال، انت سالتني سؤال، المفروض تقول انا ما ادري. اطلع لك ادله. فايز فايز، انت من يمكن اطلع عليها. يمكن سؤالك تقدر تقول انا ما ادري من صحته، هل هو صحيح او غير صحيح؟ انت كذا حطيت نفسك في الزون الامان، في دائره الامان، ما تدري هو صحيح ولا غير صحيح. شفت كيف تطرحه؟ اما تجي وتحلف وتقول لا انا متاكد يا فايز، تمام ياخذني الشك في هذا الموضوع. واتمنى ناصر الغامدي يعيد النظر في رايه فيك. تمام. انا معجب بشخصيه فايز ترى. حتى انا والله معجب في شخصيه ابو كاتب. يعني اكون معك صادق، وبالعكس الحوار اللي وصل بيني وبينك الحين طبيعي. ممكن انا يعني افوقك عمرا. نعم. واعلاميا وكتقديم، وهذا المكان ما هو وجدنا فيه انه والله علشان انا اسقط عليك ولا تسقط علي، بالعكس انا اتمنى امنيه وهذا قدام الجمهور انك يوم من الايام تجلس في هذا المكان وتكون الفقره مو تحت الضوء مع فايز. الله يطول عمرك. وعمرك. الله يطول عمرك. اطمنت الحين وارتحت نفسيا شويه؟ باذن الله. الحمد لله. تشكر ابو كاتب. يا حبيبي. طيب